الشغل بالإخباري هو تجربة كتير كانت حلوة، صعبة كتير لأنه اشتغلنا بظروف كتير كانت صعبة وبتجهيزات كتير بسيطة، لكن بقدر ما كان في ألم لتفجير الإخبارية بقدر ما كان في تحدي عند الكادر ليستمر وليطلع وليكمل. جينا من دروشة بعد التفجير على التلفزيون وقعدنا كمان بظرف مو كتير كان مهيأ، ما كان في شيء مهيأ لإلنا، ورغم هيك استمرت الإخبارية، استمرت بجهود الكادر اللي فيها، بجهود العاملين فيها، وبدم الشهداء اللي قدمتهم الإخبارية وقدموا الجيش السوري وكل الإعلام. إحنا مستمرين. الإخبارية السورية أنا بعتبرها هي الأمل، وهي فكرة التحدي، وهي صاحبة البصمة الحقيقية بالإضافة للقنوات الأخرى الوطنية بالإعلام المقاوم. الإخبارية هي الحقيقة خلية عمل مستمرة فيها تفاعل وفيها تعاون، وبيوحدهم الهدف والشعور والإيمان بالوطن. قدر ما هي ذكرى مؤلمة بقدر ما بتشكل حافز للاستمرار. الإخبارية هي مشروع وطني ومشروع إعلامي، للأسف تم استهداف هذا المشروع بظروف نعرفها جميعا، لكن الأمل موجود بالكادر الموجود اللي استمر بالعمل رغم هذا العمل الإجرامي والإرهابي. كتير متفائل بالمستقبل، الإخبارية لها مستقبل كتير مهم بجهود الكادر اللي عم يشتغل فيها، وما لازم يكون هذا الاستهداف أبدا نقطة سلبية على صعيد العمل والأداء، بالعكس لازم يكون حافز لحتى نكفي المشوار وبطريقة أفضل إن شاء الله. أكثر من 6 سنين تعرضنا لتفجيرات، لأكثر من تفجير، سواء كان بالمقر الأم بدروشة، بعدين نزلنا على مبنى الهيئة العامة لزاوية التلفزيون كمان تعرضنا هناك لتفجيرين، ولحد الوقت لحنا ما زلنا مستمرين. هذا دليل على إفلاس المجموعات الإرهابية، وإن شاء الله النصر دائما لسوريا، وكل عام وأنتم بخير والإخبار السورية بخير. اشتغلنا بظروف صعبة، ظروف استثنائية حقيقة، بس كل هذا نسيناه بعد ما صرنا على الهواء مباشرة، رغم ضعف الإمكانيات ورغم أنه يمكن ما في حدا نشتغل بظروف الصعبة اللي نحن اشتغلنا فيها، ومع هيك أثبت كادر الإخبارية أنه نحن قادرين ومستمرين. بدنا نتمنى الاستمرارية الدائمة والعمر كله للإخبارية السورية ولكل الكادر. نحن يمكن موجودين ومستمرين بحمل كتير تقيل، حملونا يا شهدائنا، حملونا يا جرحانا، كلمتنا رح تبقى هي الأقوى من أي إرهاب، إعلامنا رح يبقى الأقوى، ونحن الإخبارية السورية رح نضل صامدين ورح نضل موجودين ورح نضل إيد وحدة إن شاء الله. كل شيء تعرضنا له من ظروف ومصاعب بالشيء ما قدمنا كتير قليل، بتمنى نبقى مستمرين ونبقى هيك بالعزم بالقوة. بنوعد متابعين الإخبارية السورية إنه نضل مستمرين وما نوقف، وإن شاء الله نكون عند طموحاتهم.